بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشوف تطبيق مع بعض اسمه فيلد واير. التطبيق ده بيفيد في التواصل بين فريق العمل، بحيث ان احنا ممكن نرفع كل شغلنا في ملف واحد او في بروجكت واحد، ونبدا مع بعض ننسق ونشوف ايه الحاجات اللي موجوده. فمثلا في عندي حاجه اسمها بيبول، ده فريق العمل اللي موجود، اقدر اضيف اللي انا عايزه. فايلز، نبدا نحط الملفات اللي احنا عايزينها. تاسكات، ممكن تلاقي حد بعت لك تاسكات ويقول لك التاسك ده مهم قوي، ده التاسك ده مش مهم، حاول تنجزه بس. دي الملفات بتاع المشروع، تمام. ممكن تيجي تقول له انا عايز احط كلاود مثلا، فبدوس على السهم اللي تحت دوت واقول له انا عايز اضيف كلاود، فاضيف اي كلاود انت عايزه. عايز اضيف كتابات، عايز اضيف اسهم، عايز اضيف قلم كده، خط بالقلم، عايز احط لينك بحيث اول ما يدوس عليه ده يدخل على حتة معينة، يفتح له صورة مثلا، تمام. فهو بيفيد ان الناس تبدأ تنسق مع بعض الشغل، ولو في اي حد عنده استفسار يقدر يبعته للتاني. لو في اي حد عنده لوح هو في الموقع والتاني في الاوفيس، يقدروا يتبادلوا مع بعض اللوح. اخوكم عمر سليم.